مشكلة إن سيادتك ونروح ل واحنا بنتكلم في العمليات الارهابيه اللي بتحصل والعمليات العسكريه القويه اللي بتقوم بها مصر، بنتكلم عن الخسائر البشريه، القوات البشريه، الناس الابطال، هم فدى بلدهم وفدى الناس اللي في بلدهم وفدى ارض مصر، لكن في الاخر قلوبنا بتتوجع عليهم. الناس اللي ماتت عشان احنا نعيش كويس، الناس اللي ضحت بروحها ووقفت رجاله في كل مكان في مصر عشان احنا نعيش كويس ونعيش افضل ونكون نقدر نكمل اللي احنا فيه ونقدر نبني البلد في اتجاه احسن، الناس دي سابت وراها ناس هم فخورين بيهم لكن كمان بيكونوا موجوعين عليهم لحد ما ينتهي هذا الوجع او يقل هذا الوجع بالثأر. واحنا بنتكلم عن الطار هنفتكر الشهيد احمد المنسي، ومعنا عبر الهاتف زوجة الشهيد احمد منسي، السيدة منار. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم مدام منار. طيب فقدنا الاتصال وهنرجع لها تاني ان شاء الله. عايزين نعرف يعني تأثير العمليات اللي بتحصل دلوقتي، بيفتكروا الرجالة اللي راحت وبيفتكروا الناس الحلوة اللي كانت معاهم، وكمان وهم بيشوفوا الطار بيرجع وبيشوفوا حق الناس دي بيرجع، بيقولوا لولادهم ايه وبيكلموهم بيقولوا لهم ايه، بيحكوا معاهم بايه، بيحسوا بايه؟ ده لازم نعرفه النهارده ان شاء الله. هيكون معانا الأستاذة منار، هنحاول نرجع لها تاني. خليني اخرج مع حضراتكم. أستاذة منار. ايوه السلام صباح عليكم. الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منورانا في صباح دريم. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. وحضرتك بتشوفي العمليات العسكرية وبتشوفي الحرب على الإرهاب مستمرة، عايز أعرف إحساسك إيه؟ والله الحمد لله، إحساس بالأمن والاطمئنان والأمان، إحساس بإن عهدنا دايما بالقوات المسلحة، اتربينا وشفناهم على طول، يعني أجيال بتتعاقب ورا بعض علشان تاخد حق الناس اللي قبل كده، علشان تحفظ أمن بلدها وتحفظ أرض بلدها، علشان تأمن الناس، علشان تضحي في سبيل الوطن والناس. فطول ما احنا عايشين وشايفين ده بيحصل وإن ده ما انتهاش وإن ده بالعكس ده بيزيدهم إصرار في اللي هم فيه، أكيد احنا كشعب بنبقى حاسين بالاطمئنان وحاسين بالفخر، بننام مرتاحين، بننام واحنا عارفين إن بلدنا بتاعتنا وإن في ناس بتحميها بتخاف عليها. حاسة إن الطار رجع و حاسة ان في ارتواء داخلي، احنا بنحس بده لما بنخسر شبابنا وبنرجع بعد كده نشوف القوات المسلحة وهي بتاخد حقهم. احساسك ايه من الناحية دي؟ اكيد طبعا، اكيد بتحسي بالراحة، اكيد بينك وبين نفسك كده بتقولي الحمد لله يا احمد حقك بيجي، يا ريتك تكون عايش وشايف، الحمد لله كل اصحابك وكل الشهداء اللي زيك حقهم بيرجع، الحمد لله اخواتكم بيحبوكوا وبيجيبوا لكم حقكم، الحمد لله بلدنا بخير، اكيد بتبقي مرتاحة، اكيد بتبقي مبسوطة. مدام منار بتقولي لابنك ايه النهارده وحضرتك بتسمعي البيانات العسكريه وبتشوفي المجهود الكبير للقوات المسلحه وللشرطه المصريه؟ والله هو يعني على طول بيسأل وعلى طول مطلع وعلى طول مهتم وعلى طول فخور وعلى طول مبسوط باللي بيحصل، وهو يعني على طول يعني مركز قوي قوي بصراحة يعني في الأخبار، ومركز إنه يسأل ويعرف، ومركز إن حق بابا يرجع. هو دلوقتي بيتمرن، عنده بطولة، وأنا كان أملي إن أنا أعمل معاه حاجة في البطولة علشان خاطر بابا الله يرحمه كان فخور بيه قوي في الجمباز. فأنا بكلم حضرتك والله بره القاعة وهو جوه بيتمرن، ادعوا له لأن أنا يعني نفسي أعمل معاه حاجة يعني. ربنا يبارك لك فيه وإن شاء الله هنكون متواصلين مع حضرتك دايما، وشكرا جزيلا ليكي ولكل واحدة مصرية فاهمة يعني إيه بلدها وصبرة وقوية زيك. بشكرك مدام منار وربنا يبارك إن شاء الله في ابنك وربنا يرحم شهدائنا جميعا، شكرا جزيلا ليكي. طيب بنفتكر الرجالة بقى، الناس اللي مش القاعدة بقى إيه تنظر على الفيسبوك، تكتب على تويتر وهي نايمة متغطية في البيت وتقول قوات مسلحة مش عارف ايه، والناس اللي بتنتقد والناس اللي قاعدة تهزي وتقول اي كلام وتتكلم كلام غريب وتطلق نظريات غريبة وتفسر تفاسير غريبة، خليكم على جنب، لا امل في اصلاحكم، خلاص مادام فقدنا الامل في اصلاحكم هنتجاهلكم، لكن عندنا رجالة حقيقي شايلة هم بلدها، تطلع من الصبح تشتغل بلقمة عيش شريفة ومحترمة، ده راجل في بلده.
الناس اللي ما بتاخدش رشوه، الناس اللي بتحافظ على البلد دي، الناس اللي بتحافظ على شوارعها وبتحافظ على ستاتها وبتحافظ على كل حاجه فيها، دول رجاله. الناس اللي واقفه تحمي حدودها، الناس اللي بتدفع ثمن الرفاهيه والعز اللي احنا فيه، العز من الناحيه الامنيه، مش لازم تكون غني ولا ثري، كفايه ان انت بتنام في بيتك مقفول عليك بابك مطمن ومرتاح ونايم مسلمها لله ومرتاح خلاص، انت في مصر. ده في حد ذاته قمة الرفاهية، في ناس كتير قوي محرومة من ده. فالحمد لله على اللي احنا فيه، وربنا يبارك في رجالتنا، وربنا يبارك في أهل البلد دي، وربنا يحفظها يا رب دايما.